السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندوي على اول اكزرسيس بالنسبه للبارتي ان دي لي رياكسيون نيكليوفي سبسيسيون نيكليوفي. بالنسبه لاكزرسيس 1 هو لي تي سينيتيك دو لا رياكسيون دو اسيس سون لو كومبوزي سويفون بنتان واحد اول و تيرسيو بيتانول كوندوي او اكسبريسيون دو فيتيس سويفون. يعني عندي جوج تعابير ديال الفيتيس اللي عاطيني هي في 1 و في 2. قالك سيت رياكسيون سون كونسيديري كوم توتال et donner le dérivé que l'aurait correspondant. اول حاجه خصني نعرف هاد الرياكسيون اللي خدام فيها شناهي. وقلت لكم بلي لي رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل باش تعرف راسك واش خدام في رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل جوج حوايج اللي كيبينوها لك. يا اما كيقول لك الميليو فخوات ولا كيقول لك ديريفي كلوري. في هذه الحاله عندي اسي دونك عندي واحد ديريفي كلوري دونك عندي ديريفي كلوري دونك ايتي اون رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل. ولكن واش اس ان ولا اس ان 2 خصني نقلب على حاجه اخرى هي اللي كتبين لي هي اللي غادي تحدد لي شكون هو الكومبوزي اللي غادي نطبق عليه اس ان 1 وشكون هو الكومبوزي اللي غادي نطبق عليه اس ان 2. اش سي ال هو السولفون اللي كنطبق على هاد لي كومبوزي وعطاني الفيتاس ديال هاد لي كومبوزي. عطاني الفيتاس ديال الكومبوزي بنتانول وعطاني الفيتاس ديال الكومبوزي تيرسيو بيتانول. بالنسبه للفيتاس ديال كومبوزي بنتانول بنتان واحد اول هو في ان. يعني شنو كيساوي كا في الكونسنتراسيون ديال النيكليوفيل اللي عندي فور الكونسنتراسيون ديال الكومبوزي اللي هو بنتانول يعني فيتاس دوردر 2. دونك هذاك الكومبوزي غادي يكون دا رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل دوردر 2. علاش؟ حيت الفيتاس اللي عنده دوردر 2. وبالنسبه ل في 2 كتساوي كا فور الكونسنتراسيون ديال السبسترات يعني الرياكتيف اللي عندي الكومبوزي اللي عندي اللي هو تيرسيو بيتانول هو فيتاس دوردر 1. دونك الميكانيزم اللي غادي نطبق هنا اللي غادي نطبق هنا هو سيبستيسيون نيكليوفيل اس ان ان. السؤال اللي عندي هو قال لك دون شاكا شنو هو دون شاكا لو ميكانيزم بروبابل دو لا رياكسيون. دونك غنبداو بالكا ان. قال لك بور كومبوزي بنتان واحد اول اشنو عندي؟ قلت لكم بلي راه عندي فيتاس دور دو. دونك الرياكسيون اللي غادي نخدم بها هنا هي رياكسيون سيبستيسيون نيكليوفيل 2 يعني SN2. بالنسبه للي رياكسيون SN2 كيدوزو في ان سول ايتاب يعني كتمر هادي في مرحله واحده. شنو كيطرا في هذه المرحله؟ في نفس اللحظه فين كتاتاكي بالنيكليوفيل كيغادر لي داك الجروبمون بارتون اللي كيكون عندي في الرياكتيف. في هذه الحاله الجروبمون بارتون اللي عندي هو او اش. دونك كتكون عندي هنا ان سول ايتاب اللي كتسمى ايتا دو ترانزيسيون اللي كتكون رابيد. فهاد ليطا هادي ديال الترانزيسيون في نفس اللحظه فاش كتاتاكي جاب النيكليوفيل اللي عندك في السولفون اللي هو السي ال مو نفس اللحظه فاش كتاتاكي في هذاك الجروب مو بارتون اللي عندك اللي هو كيلعب الدور ديال او اش. في هاد الحاله نفس اللحظه فاش كياتاكي السي ال كاربون او اش كيغادر ديال المجموعه. وهاد ليطا كتكون ايطا دو ترانزيسيون كنرمز لها بايطوال يعني تري رابيد وكيعطيني ان سول برودوي و السي ال كيعوض ليا داك الجروب مو اللي غادر ليا. يعني كيولي عندي سيل بلس اشنو غادر يا او اش موان. دونك او اش موان غادي يمشي مع الاش وغادي يعطيني هي بلس اش دوز. دابا غادي ندوزو للحالة التانية. بالنسبة للكات التاني اشنو عندي؟ عندي كومبوزي تيرسيو بيتان بيتانول لا فيتاس ديالو هي دوردر ان ديال هاد الرياكسيون دوردر ان. دونك ايتي اون رياكسيون سيبستيسيون نيكليوفيل ان يعني رياكسيون اس ان ان. بالنسبه للي رياكسيون اس ان ان كيدوزو جوج ديال لي زيتاب. ليتاب الاولى كيطرا فيها الفورماسيون ديال الكربوكاتيون. بالنسبه ليتاب الكربون الكومبوزي اللي عندي هو عباره عن كربون سيميتري اللي هو تيرسيو بيتانول يعني كربون لاصقين به ثلاثه ديال سي اش 3 او اش. هذا هو تيرس. الا كان عندك يعني ثلاثه ديال اش يعني عندك على الاقل ثلاثه ديال لي ليازون كلهم كيتساووا دونك كربون سيميتري. الا كان عندي كربون سيميتري كنخدمو سوا خدمتو في البلون ولا في الاسباس بحال بحال. ولكن الا كان عندي كربون اسيميتري ضروري اني نخدمو في الاسباس. علاش؟ حيت كيكون عندي واحد الميلونج غاسيميك. بالنسبه لهاد ليطا الاولى ديال الفورماسيون ديال الكربوكاسيون كتكون ايطا اللي هي لون. كون ايطا بلون
وبالنسبة للفورماسيون ديال الكارفوكاسيون شنو كندير؟ كندير الغيبسيور ديال لا ليزون. شنو كيتسمى الغيبسيور؟ غيبسيور اتيروليتيك، يعني كندير الفورماسيون ديال ليزيون، يعني ليزون اللي كيدير الكاربون مع داك الجروبمون بارتون اللي هو او اش، كندير ليه الفورماسيون ديال ليزيون. يعني اش كيولي عندي؟ كيولي عندي كاربوكاسيون بلوس او اش موا، هذا هو اللي كيتسمى فورماسيون ديال ليزيون. يعني ديك ليزون اللي عندي كنديرها الغيبسيور اتيروليتيك، كيعطيني الكاربوكاسيون بلس او اش موا. وهاد ليطا هادي ديال الفورماسيون ديال الكاربوكاسيون كيفما قلنا هي ايطا اللي هي بطيئة جدا، يعني ايطا لون. بالنسبة لدوزيام ايطاب كتسمى كنشد الكاربوكاسيون اللي حصلت عليه في ليطا الاولى، كنغياجي مع النيك ديوفيل باش نحصل على البرودوي ديال الرياكسيون. هاد الحالة اللي عندي كربون، عندي كربون سيميتري. دونك عندي كربون سيميتري، الا كان عندي كربون سيميتري كان اتاكيه من جهة واحدة، ما كنت اتاكاش من جوج بعدا حيت ما عنديش ميلونج غاسيميك باش اتاكيه من لي ريجيون دو لي كوتي دو. دونك كان اتاكيه من كوتي وحدة ومن جهة وحدة. وليطاب التانية كتكون ايطاب غابيد، يعني سي ال مو غادي نضرب من هاد الجهة هادي ونعطاكي من هاد الجهة هادي باش يعطيني ان سول برودوي بليس. شكون اللي مشى ليا؟ انا بقات عندي اش، غادي تبقى عندي انا اش بيس مع او اش مو اللي كانت عندي في ليطا الاولى ديال الفورماسيون ديال الكاربوكاسيون، غادي يعطيني اش دوز. دابا غادي ندوزو بالنسبة للكيسيون دو. بالنسبة للسؤال التاني قالك دون لوكال دو سانتيز ديال اش، بالنسبة للسؤال التاني قالك دون لوكال دو سانتيز ديال اش ديال كلورو تيرسيو بيوتان اللي هو تي بي او سي ال، قالك لا رياكسيون اي بوكو بلو رابيد سي اون يوتيليز ان غروند اكسيد دو اس سي ال اللي هو 12 ان. قالك كيل اي لو رول دو سيت اكسيد بويسك لا كونسنتراسيون انترفيان با دون لا فيتيس دو لا رياكسيون. اشنو عارف انا على السانتيز؟ عارف انا بصفة عامة يعني كيدويلي على تيرسيو بيوتانول. السانتيز فين غير خدمت هنا؟ خدمنا رياكسيون اس ان ا، يعني في الكا ديال اس ان ا. هاد الكا قلنا بلي راه بالنسبه لتيرسيو بيتانول باش حصلنا على هاد كومبوزي اللي هو كلوريو تيرسيو بيتان، قلنا من جوج ديال لي زيتاب. علاش اس ان ا؟ ايتاب 1 و ايتاب 2. شنو عارف انا على لي رياكسيون سيبستيتيو نيكليوفيل دوردر 1؟ كنستخدمو فيهم لي سولفون اللي كنستخدمو فيهم عباره عن اش سولفون بولير بروتيك. باش نعرف على لي سولفون بولير بروتيك، هما اللي كتكون عندهم واحد اش اللي كيكون كاركتير ديالها اسيد، بحال اش بحال الكول، بحال الكول بحال الاش دوز. بالنسبه لهذا ليطا اللي كتكون تري رابيد في هذه الحاله هي ليطا ديال الفورماسيون ديال الكاربوكاسيون. علاش كتكون تري رابيد؟ حيت كيكون كيتواجد فيها واحد البروتون، داكشي علاش كتكون ايطا هي تري رابيد. Donc, je vais dire dans l'état de formation de carbocation sera très rapide car présence de protons H+. C'est la réponse de la question.